السلام عليكم. شوف اللي تلقاوه حطوه تما. انت وين الداسين ادما كيف يلا خلاص تنضط على مستوى الصناديق المتنقلة عندنا 9 صناديق متنقلة على مستوى الولاية بهيئة ناخبة تقارب 9000 ناخب. هذه الصناديق انطلقت هذا اليوم 24 نوفمبر على الساعة 8 صباحا وتستمر إلى غاية 27 نوفمبر من نفس التاريخ. الحمد لله الناخب بهذه المناطق انطلق وهو ينتخب في ظروف جيدة. احنا كسلطة مستقلة للانتخابات وفرنا كل الترتيبات والوسائل من أجل أن ينتخب الناخب بالمناطق المتنقلة في ظروف جيدة. فوطينا إن شاء الله الواجب نتاعنا درناه، نستناو الجماعة اللي يطلعوا إن شاء الله يوفرونا في القرية والمكانات نتاعنا اللي خاصة.